بيكم مرة تانية، يعني في الحوار اللي أنا تمنيته بصراحة شديدة جدا مع نجم من نجوم مصر. هو نجم من نجوم النادي الأهلي، غير مفاهيم كتيرة في كرة اليد المصرية. صدقوني لو قلت عليه أسطورة من أساطير كرة اليد، دي حقيقة، ممكن يكون أكتر بأخلاقه، بلعبه، بأسلوبه جوه الملعب. فرض أسلوبه على كل الناس مع كل المتغيرات اللي بتحصل في العصر. صدقوني في ساعة ما كان بيلعب هو حد مختلف تماما، ما فتحش قلبه كتير. عندنا حوارات كتيرة معاه عن تاريخه اللي لعبه، عن شغله اللي اشتغله بعد ما بطل لعب، مع حياته اللي حصلت جوه النادي الأهلي. صدقوني هو بيبو كرة اليد بأخلاقه وبفنه وبلعبه. معانا كابتن ياسر لبيب. كابتن ياسر منورني. ده نورك، وانا متشكر جدا على الكلام الجميل والكبير دوت، وانا سعيد جدا ان انا اكون معاك النهارده. يعني صدقني يا كابتن ياسر، انت كابتني وده شرف ليا، وانا واحد من الناس سعيد جدا. والنهارده جات لي فرصه ان احنا نبدا حوار كبير مع كابتن ياسر لبيب. هنعرف جماهير النادي الاهلي او النادي الاهلي نفسها تعرف تاريخ كابتن ياسر لبيب داخل القلعه الحمراء. داخل اتفضل. انا تحت امركم. شكرا يا كابتن ياسر. هنخرج بتقرير عن كابتن ياسر لبيب وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نبدا الحوار ونفتح الملفات مع كابتن ياسر لبيب في كره اليد المصريه. هو واحد من أساطير كرة اليد في النادي الأهلي، برز اسمه مع اللحظات الأولى له داخل جدران القلعة الحمراء. ياسر لبيب أو بيبو كرة اليد المصرية هو أحد العلامات الهامة والمضيئة التي ساهمت في علو مكانة اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء. يمكن أن تطلق عليه الرياضي المتكامل المولع بحب كافة الألعاب الجماعية والفردية، حيث أنه يجيد لعب رياضة الإسكواش بشكل مميز، كما أنه مهتم بممارسة كافة أنواع الرياضات الأخرى. بدأ حياته الرياضية كلاعب لكرة القدم وتقدم للاختبارات، لكنه لم ينجح في اجتيازها قبل أن يمارس لعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي لمدة 6 أشهر. حول ممارسة كرة اليد، حيث أن ملعبها كان ملاصقا لصالة تنس الطاولة صالة راتب، وبدأ على يد الكابتن حمدي رفاعي عام 72. بعدها تدرج في فرق الناشئين، أصبح من اللاعبين البارزين في الفريق الأول وهو لم يكمل حينها عامه 15، وذلك بسبب وجود لاعب الدرجة الأولى في المنتخب المصري. بدأ اللعب بشكل احترافي في الدرجة الأولى فعليا مع سن 17 مع كابتن طلعت شتا، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة المدرب البولندي فولار عام 83. استطاع لبيب عن طريق موهبته الفذة في انتزاع إعجاب الجماهير التي كانت تحرص على متابعته بمباريات الأهلي حينما حل، وذلك بفضل أدائه الرائع والسلس من دون فلسفة أو تعقيد. في عام 89 قرر خوض تجربة الاحتراف بعد خسارة المنتخب المصري بطولة إفريقيا بالجزائر التي جاءته عن طريق بعض الأصدقاء، وخاض التدريبات بنادي MTV الألماني وسط منافسة قوية مع بعض اللاعبين المحترفين تم الاستقرار من قبل النادي عليه بالرغم من عدم ظهور مصر على الساحة العالمية. لعب لمدة موسم كامل قبل أن يعود للأهلي مجددا بعد اتصال من المهندس هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق. فبالرغم من تمسك النادي الألماني به، لكنه فضل العودة إلى أحضان ناديه. ياسر لبيب اسم له تاريخ في كرة اليد بالنادي الأهلي، فالأرقام والإحصاءات هي من تبرهن على هذا الأمر. فعلى مدار 27 عاما قضاها بيبو كرة اليد داخل جدران القلعة الحمراء، استطاع أن يحقق ما يقرب من 34 بطولة متنوعة مع النادي والمنتخب، بين بطولة الدوري العام وكأس مصر والبطولة الإفريقية والعربية. حقق مع المارد الأحمر 8 مرات بطولة الدوري وكأس مصر 2 مرات، وبطولة إفريقيا 3 مرات، البطولة العربية أبطال الدوري 4 مرات، البطولة العربية أبطال الكؤوس 2. كما أن واصل تألقه مع منتخب مصر
وحقق العديد من الإنجازات، من أبرزها بطولة إفريقيا مرتين، دورة الألعاب الإفريقية مرتين، بطولة العالم العسكرية في مصر، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة وأتلانتا في عامي 92 و96، وكان قائدا للمنتخب. اعتزل ياسر لبيب كرة اليد في عام 99، اتجه للتدريب وعمل مساعدا مع الراحل كابتن جمال شمس في الفريق الأول، ثم تولى العديد من فرق الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل لتدريب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، ثم انتقل إلى دولة الإمارات العربية وحصل على بطولة السوبر مع أهلي دبي، وعمل باللجنة الأولمبية الإماراتية قبل أن تسند له مهمة نشر لعبة القوس والسهم لمدة 3 سنوات، كما اشترك في عمل الأولمبياد المدرسية من عام 2012 حتى عام 2017، ويشغل حاليا منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة اليد. بيبو كرة اليد المصرية، تاريخ حافل من الإنجازات والعطاء. فعلا بيبو كرة اليد المصرية دي حقيقة بتاريخه بفعله بأخلاقه بعمله بكل حاجة. خلينا نبدأ مع الحوار، لأن الأمور معنا حوار كبير عن كابتن ياسر لبيب. كابتن ياسر لبيب، بيبو كرة اليد المصرية. خلينا نقول بيبو كرة اليد المصرية، لازم نقول الاسم جه ازاي لكابتن ياسر لبيب. هو الاسم ده يعني طلع في مباراة ودية كنا بنلعبها، وكانت مباراة شركات، وكان معانا مجموعة بقى، كان أحمد جلال الله يمسيه بالخير، وعم معطي وعمرو عطية، كان مجموعة كبيرة. تمام. فصادف الكرة ردت من الجون عندنا واحنا في حالة الدفاع، فأنا خدتها وقعدت أرقص اللعيبة والكرة ماشية على الأرض. فرقص لعيبة بتعدي الكرة من بين رجلين لعيب. فساعتها على طول في أحمد جلال وقف يضحك في الملعب وقال لي بيبو، قال لي بيبو كرة اليد. ومن ساعتها الاسم بالنسبة لك ياسر لبيب أحسن ولا بيبو أحسن؟ والله الاثنين جمال، لان يعني كفايه ان الاسم مقترن بنجم من نجوم كره القدم كابتن محمود الخطيب، وطبعا ما فيش حد يختلف على مهاره الكابتن محمود الخطيب ولا طبعاً. يعني انا واحد من الناس اللي كان في السبعينات لما كان بيبو كره القدم لما ما بيبقاش موجود في الملعب، كنت بحس ان فرقه الاهلي ناقصه، وكنت بفرح جدا. مثلا كان ساعه اصاباته، انت عارف كان في وقت من الاوقات في اواخر السبعينات كان كابتن محمود ليه اصابات كتير، طبعا. فكان ينزل اخر ربع ساعه، فتلاقي يعمل حاجه يعني ما بتحصلش. جون المرمى فاكره الماتش اللي كان الزمالك كمان لما كنا مغلوبين 2-0 ونزل في اخر الشوط مع طارق الشيخ، كابتن طارق الشيخ والمجموعه ديت، وجون بكعبه وجون. لا يعني فدي طبعا حاجه شرف ليا، يعني حاجه شرف ليا، شرف لحضرتك طبعا دي اكيد. بس خلينا نتكلم عن بدايات ياسر لبيب. يعني انا اعرف ان حضرتك بتحب الرياضه بصفه خاصه، ليك في كل انواع الرياضات، لكن رحت صاله التنس طاوله، يعني مشيت لصاله التنس طاوله الاول. بص يا كابتن خالد، انا بدايتي اساسا في النادي الاهلي، احنا دخلنا كاعضاء عاديين في النادي الاهلي، وانا كنت يعني انا وسامح اخويا برضو كنا بنحب كره القدم جدا. هايل. فانا ابتديت، انا كنت من النوع بقى يعني شويه يمكن غير سامح، يعني انا اتجهت رحت دخلت اختبارات، وكان ساعدني والدي فيها الله يرحمه ان هو جاب لنا دعوه نروح الاختبارات. تمام. فما دخلت اختبارات اول مره كان كابتن مصطفى حسين والمجموعه ديت، فما نجحتش في اول اختبارات، لان انا كنت بلعب كوره كويس. يعني انا متاكد ان انت بتلعب كوره كويس، انا عارف يعني انت بتلعب كوره كويس. فمشيت. تمام. فجي بعديها طلب مني يعني نفس الراجل اللي جاب لي الدعوه الاولانيه، قال لي نجيب لك دعوه ثانيه. قلت له خلاص. ليه؟ خلاص ما حبيتش بقى ان انا يعني انا مش كل مره هدخل بدعوه، فقلت خلاص مش حاسس ان هي نوع من انواع الواسطه مثلا في الرياضه. بالظبط. تمام. فما حبيتش. فساعتها رحت كان ملعب تنس الطاوله، فدخلت انا كنت بلعب برضه تنس طاوله بس في البيت يعني كده يعني. تمام. فابتديت رحت جبت مضارب وبتاع وابتديت اتمرن، وكان ساعتها الكابتن وفيه، وكان فاكر كان ساعتها الدكتور علاء مشرف، وكانت مجموعه كبيره وكابتن حسني. كويس. فالمهم ابتديت اتمرن 3 شهور ل6 شهور، ابتديت اتمرن
وكان صادف ان ملعب التنس طاوله هو جنبيه ملعب الهاندبول، فكنت بقعد اتفرج. ده زمان بقى في السبعينات، وجنبها ملعب الهاندبول، وجنبها ملعب الهاندبول. دي صاله الشهداء دلوقتي. مظبوط بالظبط. فابتديت اتفرج، عجبتني اللعبه، فرحت الكابتن حمدي رفاعي قلت له يا كابتن عايز العب يعني. قال لي طب تعالى شوط على الحيطه. تمام. شوط، قال لي خلي بابا يكلمني بكره. حلو جدا. بس ساعتها سبت التنس طاوله واتجهت للهاندبول، وفعلا بابايا جه وقعد مع كابتن حمدي واحنا عايزينه. وتقريبا قعدت شهر، تقريبا اتمرنت شهر بالظبط، وكنت بلعب اساسي في الفرقه. ولعبت اساسي؟ هي الفرقه كان كلها، كنا احنا، انا فاكر ان هي المجموعه كلها كان 12 لعيب. تفتكر اسماء اللعيبه اللي كانت معاك في الوقت ده؟ طبعا ما يتنسوش. مين بقى؟ احمد كمال حافظ الله يرحمه، رحمه الله عليه، وكان معانا هاني صادق، وكان في اشرف الفار في البدايه. واشرف الفار ما كملش كتير، بس هو كان بادئ معانا في الفتره دي. تمام. وايمن الشاهد الله يرحمه، رحمه الله عليه. كانت مجموعه، وصلاح مراد. لا كانت مجموعه يعني الله يرحم اللي توفى فيهم، والباقي يعني نتمنى ان احنا مره نتجمع كلنا على خير في الفتره دي. لا كانت مجموعه، كانت حاجه تانية. لما دخلت ملعب الهاندبول كنت لعيب عادي، ما كانش لسه عندك مهارات، مظبوط؟ اكيد. امتى ياسر لبيب بدا يبقى عنده مهارات كره اليد المصريه؟ بص يعني انا بالنسبه لي، انا لما دخلت الهاندبول مش عايز اقول لك حبيتها ازاي. فبقت بالنسبه لي عيش. انا كنت برجع من المدرسه جري يوم الاحد، عشان كان في برنامج بيجي في التلفزيون الساعه 12 او 1، كنت برجع عشان اتفرج على البرنامج ده، برنامج تعليمي لكره اليد. لكن انا كان في بعض الحاجات بشوفها في البرنامج دوت بطبقها وبعدل فيها. يعني انا افتكر جيدا ان انا في البرنامج شفت برنامج كان يوم الاحد، وكان عندي ماتش مع طيران بالليل. البلنتي اللي شفته في المباراه في البرنامج يوم الاحد عملته بالليل وعدلت عليه. حلو جدا. فاهم؟ فدي الناحيه دي انا كان يعني. وكتير خلي بالك ان في حاجات كتير احنا يعني يمكن احنا مظلومين كتير عن لعيبه اوروبا، لان احنا مش شايفين زي لعيبه اوروبا. لكن احنا ومش شايفين زي لعيبه اوروبا، او احنا المجموعه ديت كانت في اوروبا في الجيل ده، في الجيل دوت. لا كان في حاجات كتير اختلفت، حاجات كتيره. طبعا دلوقتي الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت. بس اياميها لا، ما حدش كان يعرف حاجه عن مصر في كره اليد، او كنا بعاد تماما عن العالميه. فبالتالي انت كان نسبه التطور عندنا كانت ابطا. بعكس اوروبا، اوروبا بتشوف فيها كل جديد على طول. ليه؟ لان المستوى اعلى والتطور سريع في كره اليد. ففرق كبير. احنا الفتره الاخيره ابتدينا نحتك كتير بالمدارس الاوروبيه، فرق كتير في مستوانا. ليه ياسر لبيب رياضي متكامل؟ دايما الناس بتقول كده عليه، وانا واحد من ناس شفتك جوه الملاعب، تنزل سكواش تلعب سكواش، تروح تنس تلعب تنس، تروح ملعب الباسكت تلعب باسكت وتلعب كويس. ليه اشمعنى السكواش اللي علقت مع ياسر لبيب بفتره طويله؟ لان السكواش كانت بتفيدني بدنيا في كره اليد. وبعدين كان ليا اصحاب كتير كنا بنلعب، يعني حتى الباسكت والحاجات التانية. يعني انا في فتره من الفترات كنت بتمرن فولي لتمارين الجامب. وكنت باخدها، وانا يعني جت عليا فتره في حياتي كنت بشتغل لوحدي، كنت واخد برامجي من الفولي. من الفولي؟ من الفولي. يعني انا فاكر في الثمانينات 85 مع الدكتور وجيه، كان طالع لسه كوبا بنظام تدريب جديد، بيبقى فيه بتعمل حمل عالي قبل التمرين، قبل الماتش بنص ساعه. رحت قلت له ايه؟ لا كنت بتكلم، لان كان تربطني بيهم علاقه كويسه قوي. يعني الدكتور وجيه والدكتور اسامه فرج يعني من الناس اللي احتكيت بيهم كتير في الموضوع التدريب. يعني حتى الدكتور اسامه فادني كتير في الموضوع، انا كان عندي مشكله في كتفي. تمام. وهو معايا لما اتكلمنا مع بعض وصلنا لحل ومشيت عليه، وهي كانت فكرتي. يعني هي كانت الفكره من عندي، فقلت له انا لو عملت كذا ده يلغي مثلا موضوع شغل الاربطه؟ قال لي فابتديت اشتغل على الحديد على كتفي في الوقت دوت. وبكلمك في فتره يعني احنا كان فكر الاسترتشات والحاجات دي مش موجود. ما كانتش فعلا موجود. لا فعلا احنا يعني احنا في ناس كتير تضررت من الموضوع دوت. ان الفكر في كره اليد او الحمل التدريبي والكلام ده كان عندنا، زمان كان مدرجات طالع نازل، دلوقتي الموضوع اختلف. كنا بنتمرن في وقت من الاوقات كنا بنتمرن 30 لف في التمرين، تراك 30 لف. كنت بتيجي 30 لف يا اسطى؟
عادي غصب من عندك لازم تجري. جوه جيلك كان في لعيبه عظماء برضو؟ اكيد طبعا. سامح عبد الوارث؟ لا سامح عبد الوارث يعني لعيب من اللعيبه القلائل اللي جت في مصر. القلائل طبعا طبعا يعني لعيب بالامكانيات ديت. اولا طوله كان فوق المتر 90، جامب عالي، سرعه مش عاديه، فينتير. لا اللعيبه في الفتره دي لا كان في لعيبه كتير متميزه وعالميه. كان مريحك وهو بيلعب جنبك؟ اكيد طبعا. اكتر واحد طبعًا. اعتقد كان بيلعب ايده اليمين في الباك رايت. كان بيلعب ايده اليمين بس يعني بص في لعيبه كنت دايما بتمنى يعني مثلا ايه ما كان جوه على الدايره وكان اشرف عواد على شماله كنت دايما اقول لهم انتوا اشتغلوا الاول. يعني انا كنت بيبقى شغلي عليهم هو الاول عشان افتح الملعب ليا انا بعد كده. تقدر تشتغل معاك انت او لعيب الفيرود اللي قدامك بالظبط. كانت بالنسبه لك كل لعيب ليه يعني انت كراجل بلاي ميكر انت بتبقى عارف اللعيب ده انت عايز ده امتى وده امتى. يعني كان في وقت بتاع محسن سليمان، في وقت بتاع جوهر، في وقت بتاع صابر حسين، بتحس بعدله الملعب مختلفه الواحد اشغل معاك. تفتكر ماتش اهلي وزمالك كان في جوهر واشرف الاثنين موقفين وانت كنت كابتن الفرقه ساعتها وكان ولعبت الزمالك وكان في مشكله كبيره وكان في باك ليفت وكان اعتقد كمان سبع حوارس ما كانش موجود في الماتش ده وانت اللي قمت بالماتش ده كله والاهلي كسب فيه ماتش كبير. تفتكروش؟ ده سنه كام يا كابتن بقى لنا كتير على الموضوع ده بقى لنا كتير على في الموضوع ده. ده كان ماتش مهم في حياتك انا متاكد كنت بلعب في الماتش ده اصلي. والله لا اصل بص الماتشات الكتير يعني في الواحد عدت عليه ماتشات كتير بس ما تفتكرش فيه احداث ما تفتكرهاش. يعني انا لو كلمتك على ماتش مثلا كنت راجع من المانيا مره وراجع الفجر وكابتن جمال قال لي لازم تيجي تلعب ما كنتش بلعب عند بقول مثلا بقالي شهر يعني كنت قاعد شهر في المانيا وجيت ولعبت وكان احسن ماتشات لعبتها زي الماتش ده. طيب قول لي الماتشات اللي انت ما تنساهاش في الدوري المصري مثلا. الجزائر 86 ده بطوله افريقيا انديه. كويس. احنا خدناها البطوله ديت من مولوديه الجزائر. ده كان اول مره الاهلي ياخد بطوله افريقيا. وماتش الكاس. ماتش الكاس اللي هو؟ ال 96. كويس. كان اول كاس ناخده في تاريخ النادي الاهلي. فدي الماتشات طبعا ما تنسيش. افتكر وارجع معاك للتاريخ وافتكر الماتشين معاك. ايه الاحداث السريعه فيه؟ في 86. 86 طبعا فرقه الجزائر عايز اقول لك مثلا يوم المباراه الصبح لا سوري من بدايه الدوره فرقه الجزائر جايه متاخره يعني جت يوم بدايه الدوره صباحا. قصدك ان هي مش يعني جايه كسبانه؟ لا هم حاجه نفسيه دايما فرق الجزائر كان زمان بتلعب على الجزء النفسي. احنا كلنا قاعدين وكنا ساعتها احنا كنا بنترعب من الجزائر في الثمانينات يعني طبعا طبعا. فدخلت فرقه الجزائر واحنا كنا ساعتها كنا برضو 86 كنا 21 سنه 22 سنه لسه ما عندناش الخبرات اللي هي ودول داخلين الصبح واحنا قاعدين على الفطار ودخلوا المطعم. مش عايز اقول لك لما تبص في وجوه اللعيبه تحس في خوف ورغم ذلك انا فاكر ساعتها كان معانا ادوار البولندي وكابتن مسعد عباس الله يرحمه رحمه الله عليه. وفي لحظة ابتدينا ايه نستوعب الموقف ولمينا نفسنا والناس الكبيرة بقى كان معانا محمد الألفي والمجموعة ديت وكان ساعتها كمان فاكر برضه عبد المعطي كان موجود وأيمن الشاهد الله يرحمه ولمينا نفسنا بسرعة في أحمد جابر. كابتن أحمد جابر طبعا. لم وانسى خالص الموضوع دوت مفيش فرقة الجزائر وابتدينا نلعب البطولة لحد ما وصلنا للفاينل. فاينل البطولة الفاينل ده قعد ثلاث ساعات تلعبوا فاينل اطول فاينل يمكن في تاريخ كره اليد. خلص بلنتيات؟ خلص بلنتيات. مين اخر بلنت شوط؟ عبد المعطي هو اللي خلص خلص المباراه خلص المباراه. طب وكاس مصر؟ كاس مصر بقى 96 ده كان برضو كانت حاجه بالنسبه لنا حدث مهم. اول مره في تاريخ النادي الاهلي ان احنا نكسب كاس مصر. على فكره ما لعبش المباراه دي يعني انا جالي سبرين في الركبه في المباراه اللي قبلها مباراه الاولمبي مظبوط والمباراه دي ما لعبش فيها كمان سامح عبد الوارث اعتقد كان عنده حاجه وما لعبش فيها برضه ورغم ذلك الحمد لله يعني احنا كسبنا المباراه ديت. فمش عايز بقى طبعا تتخيل فرحتنا كانت عامله ازاي يعني. كانت مباراه مهمه بالنسبه لك في تاريخك؟ طبعا اي انجاز بتحققه هو مهم في تاريخ النادي الاهلي. يمثل ايه لياس اللبيب؟ النادي الاهلي هو بيتي. انا مش عايز اقول لك احنا الفتره بتاعت السبعينات واوائل الثمانينات
انا كان والدي الله يرحمه كان بينزلني في النادي الساعه 8 الصبح يجي ياخدني 12 بالليل في الفترات اللي هي بتاعه الصيف. فكنت بتقضي معظم النادي وارتباطك بشكل كبير مع المجموعه اللي انت كنت بتلعب معاها في الوقت دوت. فيعني حتى كان بتربطنا علاقات اسريه. عماد ابراهيم واحمد كمال حافظ. فالحاجات دي لا يعني اليوم اللي ما كانش بروح فيه النادي مثلا او بتتعاقب مثلا عشان ما بذاكرش عشان ما تروحش النادي دي بالنسبه لنا كانت بتبقى يعني ماساه. لو سيبنا النادي الاهلي ونروح لمنتخب مصر. منتخب مصر كان ليه مواقف كتيره معاه وكان الجيل اللي هو بدا يعمل لكره اليد الطفره لمصر 89 رحتوا الجزائر وخسرتوا. هي احنا بداياتنا منتخب مصر من 83 بدانا 83 بعد ما خسرنا بطولة افريقيا اللي كانت هنا في مصر طلعنا رابع فيها وخسرنا قدام الكونغو في الثالث والرابع. بدا الدكتور حسن يتجه بقى ان هو مع المدرب فولارا ساعتها كان اللي هو البولندي برضو بدا يتجه للي هم المجموعه الصغيره. تمام. كنت انا وايمن صلاح والمجموعه بقى الجديده مع كان ساعتها انا فاكر ان كابتن حسين لبيب ومصطفى الاحمر والمجموعه ديت مع الاحتفاظ بالالقاب يعني كانت موجوده معانا الفتره يعني تواجدوا معانا الفتره في المنتخبات ديت وبعد كده يعني كمل بقى من المجاميع اللي هي الصغيره كلها يعني. فابتدينا من الفتره دي ابتدينا بقى ايه الشغل يعني 85 رحنا كنا بنخسر بتاع دوت في كينيا سوري في كينيا كانت الالعاب الافريقيه و87 في المغرب برضه افريقيا يعني قعدنا نخسر 89 بقى كانت هي بدايه الانطلاقه بتاعه الفريق مع كابتن جمال شريف. خسرتوا جون خسرنا جون من الجزائر في الجزائر واحنا كسبانين الجزائر في ماتش ودي في وسط البطوله اول مره تحصل انت تلعب الجزائر ماتش ودي في البطوله. تلعب ازاي الماتش ده؟ ده جه كابتن جمال الله يرحمه قال لك فرقه الجزائر عايزه تلعبكم وده كان قبل ماتش الجزائر وتونس. فايه رايكم؟ فقلنا له نلعب وتوكلت على لعبته ولعبنا معاهم في الماتش وكسبناه. واحنا كنا ليدنج على الجزائر طول المباراه فرق اثنين لحد ما في الاول في الاخر كده في يعني اخر دقيقتين او اخر ثلاث دقائق نفس الاخطاء اللي كانت في الاول اللي كانت الحكام بتعديها في الاخر بقت دقيقتين بقت فاولات ودقيقتين فطبعا قلب المباراه. طب خلينا نطلع على تليفون مهم من احد اللاعبين اللي كانوا متواجدين معاك في حياتك وهو الان هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن جوهر نبيل. الو الو كابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي معانا كابتن ياسر لبيب في الاهلي الليله. يعني عشيره كابتن ياسر لبيب عشره كبيره في الملاعب في كره اليد في النادي والله انا اعتقد يعني يا كابتن ياسر لبيب كابتن خالد العوضي جوهر نبيل مش محتاج تقول عضو مجلس اداره احنا زملاء لعبه طبعا نادي منتخب عشره اكل شرب مواقف كتيره يمكن في الاول برحب بكابتن ياسر لبيب ولا على السلامه الله يسلمك ازيك يا حبيبي ومنور مصر منوره بيكوا يا حبيبي. قول لي يا كابتن جوهر طيب يعني المواقف كتيره مع كابتن ياسر لبيب اكيد جوه الملعب وبره الملعب ايه تقول ايه عن ياسر لبيب النهارده؟ لا احنا نحكي حكايات كتير عن بيبو مش عارف انتوا اتكلمتوا عن بيبو وكره اليد ولا طبعا طبعا لازم نقول بيبو بيبو كره قدم كان في برضه بيبو كره يد طبعا يمكن ذكريات كتير انا على المستوى الشخصي انا اتعلمت منه كتير جدا يعني دايما في علامات كده في كره اليد واي واحد وهو صغير مش عاوز نكبر كابتن بيبو هو السن مش كبير قوي بس هو راجل كان كبير في لعبه تمام فتعلمنا كتير داخل الملعب امتى الواحد يهزر امتى يلعب ازاي ستايل معين في الاخر انت كل شاب او ولد صغير او حتى بنت صغيره بتلعب اي رياضه بتبص دايما بيبقى في قدوه على المستوى المحلي بالنسبه لي انا قدوتي كان كابتن ياسر لبيب طبعا في النادي الاهلي في منتخب مصر. على المستوى الشخصي راجل شياكه حلو يركب عربيه حلوه عامل ازاي شعره ازاي عامل ازاي مهم الموضوع ده يا كابتن جوار صح؟
والريست بتاعه لازم يبقى في ولا فيبو. كان زمان بقى جوه. لسه صح جبت جبت حاجات جميله يا كابتن جوهر بصراحه، بس اكيد جوه الملعب كان ليك يعني تفاهم مع كابتن ياسر لبيب، كنت بتعملوا دويتو قوي جدا جوه النادي الاهلي ومع منتخب مصر. تفتكر ماتش من الماتشات المهمه انت وكابتن ياسر لبيب، وعملتوا ماتشات كتيره مهمه جدا جدا للنادي الاهلي؟ لا هو يمكن حظنا احنا كجيل سواء الجيل اللي قبلنا، جيل ياسر لبيب طبعا، ايمن صلاح في الزمالك واحمد عطار وسامح دلوقتي الجيل بتاعنا، والجيل بتاعنا احنا محظوظ ان الجيل ده كان موجود، لان كان جيل خبره واحنا كان جيل شباب. فكنا الحقيقه بنكمل بعض كجيلين. كابتن ياسر لبيب ميزته الحقيقه اللي هو كان عنده دايما رؤيه جيده في الملعب على مستوى الهجوم. فالدويتو كان كويس جدا. انا لعبت يمكن فتره بلاي ميكر، وبعد كده نزلت على الدايره، لان كان في واحد اسمه ياسر لبيب في النادي الاهلي. انا فاكر نزلت على الدايره فعلا. نزلت على الدايره. كان الحقيقه التفاهم جميل جدا ما بيني وما بينه. ويمكن في فتره من الفترات هو وكمان سامح عبد الوارث، ربنا يمسيه بالخير، ربنا يمسيه بالخير، الناس اللي خلوني واضح جدا في مكاني. كنت مجتهد، ولكن كان في لعيبه دايما عندها عين كويسه تشوف المجتهد ده في المكان فاضي وتباصي، الى جانب الخبرات طبعا الكبيره جدا. تمام. الكلام ده بيحصل على المستوى، كان مستوى الدولي ومستوى القاري على مستوى النادي او حتى مستوى المحل. كابتن بيبو هو قائد الحقيقه، يعني كان قائد في الملعب، قائد بره الملعب. ودايما خلي بالك احنا لازم نكون بنتعلم من حد. مظبوط. يعني لازم، مفيش حد بيطلع عشوائي مره واحده، انت بتشوف الكبير فين، ده اللي عاجبك قلده بشخصيتك انت في الاخر. ده النادي الاهلي. طبعا طبعا. بس كان في طقم كده عامله دوشه شويه في الفرقه كابتن جوهر ولا ايه؟ كان في طقم. في طقم جيليهات، ما هو بيبو كان زمان في الشتاء ايام ملعب الحمرة يا صاله امير عبد الله الفهد، ما كانش في طاقه، كان بيلعب ملعب حمرا. اتفرج على بيبو كان مع الله يرحمه كابتن جلال شمس رحمه الله عليه. الاقي نادي الجيليه مش هينفع حلاوه خلاص كده. لا بس بقول لك كان في طقم كبير كده عامل له باللعيبه لما بقى كابتن فرقه في الدرجه الاولى. تفتكر كان في دوشه كتيره بتحصل في الفرقه، يقول لك اهدوا رايحين ماتش، اهدوا رايحين ماتش. فاكر الايام دي يا كابتن جوهر؟ طبعا كنا قاعدين ده في الحته اللي ورا دي اخر كنبه الفاشلين اللي هو ومين كان الزعيم بتاع الكنبه دي؟ كان خالد العوض. كابتن جوهر عارفينك جاي، عارفينك جاي بالظبط. فخلينا نتكلم، يعني انا فعلا عايز اكون يعني متواجد معانا، بس الامور هتروح في اتجاه تاني. خلينا الامور مقفوله، احنا لعبنا مع بعض والامور كويسه. كابتن جوهر نبيل فعلا بشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده، ونكمل مع بعض بره الهواء باذن الله. حكى على مواقف كتيره فعلا كان في ناس بتعمل لك دوشه فرقه، كنت دايما تقول لهم نهدى رايحين ماتش، انتوا مش فاهمين افهموا وهكذا. هي الفترة دي بص كان احنا المفهوم عندنا ان هو التركيز، ان هو ان انت تبقى ما الناس قاعدة ساكتة. ده باين. لكن مع الوقت انت ابتديت تكتشف لا احنا الناس دي مركزة، مفيش ما يدعو ان احنا نضحك شوية، مفيش مشكلة. ما عندكش مشاكل؟ لا خالص، بس مش بزيادة. يعني ما زودهاش. فالمجموعة دي كانت عارفة هي بتعمل ايه. ولو تفتكر ان احنا وصلنا لإيه؟ المجموعة ديت في 96 في شتوتجرت، لو تفتكر ان احنا الفرقة دي كانت بتروح بتلعب، كان بيجي لها سبونسرز، وكانت الفرقة بتاعت المانيا بوندس ليجا، واللعيبة كانت بتاخد فلوس. لازم اقول لكم على حاجة مهمة، دي حقيقة لازم اقول على حاجة مهمة. فريق النادي الاهلي ده كان مطلوب في سنة 96، كان مصر حققت المركز السادس على مستوى العالم، كان في عندنا 8 منتخب مصر جوه النادي الاهلي، وفعلا الفرقة دي كانت عشان تروح تلعب ماتش كانت بتطلب رسمي عن طريق سبونسر، وكان سبونسر بيعملهم كل حاجة. بس انا فاكر في شتوتجارت دي كان ليك مواقف، كان معاك عربية، كنت انا بسوق الاتوبيس، كنت انت سايق الاتوبيس صح كده؟ كان حاجة مهمة برضو، كنت انت بتسوق الاتوبيس، واحدة استغربت. هي جه كابتن جمال قال لي انت لسه معاك الرخصة الدولية، ما انا كنت قبليها كنت في المانيا كنت بسوق. تمام. فقال لي تسوق؟ قلت له ما عنديش مشكلة. فانت عارف ان الناس عشان برضو عشان تخفض التكاليف شوية. فراح جايب الاتوبيسات، كابتن جمال خد اتوبيس وانا معايا اتوبيس. بس انا طبعا الاتوبيس بتاعي كان مميز. مميز طبعا، الدوشة كلها عندك. انا طب فاكر لما انت كنت عايز تغير حاجة من شركة من لبس كنت جايبه، ورحنا مشوار انا وانت، رحنا وقلت لي انت حافظ زي المانيا. لا انت ما شاء الله عليك، يعني كابتن خالد عوضي خريطه لوحده في الطوره.
لدرجة ان هو في دبي جه مرة دبي زيارة هو اللي وصلني الاوتيل يعني هو تفتكر طبعا قلت لك انا ما اعرفش اوصل ازاي قلت لي بس اطلع على طريق الشيخ زايد وانا هوصلك وانا هوصلك فعلا وصلنا الحمد لله. كابتن ياسر لازم نستغل وجودك ونتكلم عن النادي الاهلي في كرة اليد في المرحلة دي واستعداده لمباراة السوبر واستعداده للبطولة الافريقية اللي جاية. رأيك ايه في فريق النادي الاهلي في الوقت ده؟ بص هو الفترة الأخيرة كنت شايف فيه شوية حالة تذبذب في الفريق يعني شوية عالي شوية تلاقيه الفرقة مش بالمستوى المطلوب لكن هي طبعا أنت بتتكلم برضو في النهاية أنت النادي الأهلي بترجع بسرعة مطالب دائما بالمركز الأول ده يعني لا نقاش فيه يعني انت يمكن السنه اللي فاتت حققت بطولات كتير فما تعرفش هل ده جيب نتيجه سلبيه شويه على الفرقه ان انت حاسس ان انت احسن من الفرقه الثانيه فخسروا بطولات افريقيا في اول سيزون بالظبط كده انت رايح الموضوع سهل انت كسبان كل حاجه ما لكن هي في النهايه هي مش كده هي انت مستواك ايه دلوقتي. طب انت شايف من وجهه نظرك مستوى النادي الاهلي النهارده وهو بيستعد للمباراه كمان شهر بصراحه شديده وهو بيلعب الزمالك في السوبر الافريقي تقول لهم ايه؟ يعني يمكن انا الماتش الاخير بتاع الزمالك اللي هم تعادلوا فيه 23 انت كنت كسبان 3 او 4 في اخر 6 جوان 6 جوان يمكن في نص الشوط لكن انت اخر 3 4 دقايق كنت كسبان 3 بس 3 ده والتحكيم يعني داس شويه على النادي الاهلي زي ما بيقول والله بص يعني انا مش عايز اتكلم في سكه التحكيم انت في النهايه انت عندك لعيبه خبرات وخبرات عاليه مش قليله فبالتالي انت لازم تعرف ازاي تلعب على الجزئيه ديت تمام ما تخليش الحكام يعني ما تديش فرصه للحكم ان هو يبقى في حاجه ممكن تتحسب ليا او عليا فبالتالي هو يجي عليا ما تدوش الفرصه دي. ايه النصيحه اللي ياسر ايه النهارده يقولها لهم قبل مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله بعد اقل من شهر باذن الله؟ يعني انت محتاج كل اللي محتاجه ان انت تركز في البطوله اللي جايه يبقى هو ده هدفك البطوله كل واحد يركز يعرف دوره ايه بس في الفرقه عندك معاك مدرب معاك جهازك بيديك ادوار في الملعب لازم انت تنفذها وفي نفس الوقت علاقه اللعيبه ببعض اهم حاجه في الموضوع ده احنا كلعيبه مع بعض احنا عايزين ايه هيل. يعني لو تفتكر احنا زمان كنا بتحصل مشكله احنا كنا بنحلها ببعض بالظبط احنا بينا وبين بعض كنا بنحلها فهي دي لازم الفتره اللي جايه دي لازم اللعيبه تبقى مركزه وانت عندك بعض الماتشات يعني انت عندك ماتش بكره في الكاس وعندك ماتش يوم الخميس مع الجيش دي اعداد كويس للفرقه طيب خلينا نشوف منتخب مصر لما وصل ثامن العالم بعد فترات كتيره اوقات كتيره كان مصر في رابع العالم 2001 والنهارده وصل في 2019 ل تامن العالم في بطولة ألمانيا الدنمارك شايفها ازاي؟ بص انا مش عايز اقارن بين الفرقتين يعني رابع عالم ايام الفرقه بتاعت الرابع عالم وسادس اولمبياد والكلام دوت كانت مجموعه مختلفه كانت مجموعه عاليه بس انا شايفه دلوقتي ان انت بقى عندك عناصر كويسه بامكانيات كويسه محتاجه شغل الفتره اللي جايه ومع الاحتكاك والخبرات وشايف ان في عناصر كتير ابتدت تحترف بره فده اعتقد هيبقى دعم كويس للفريق مع الشغل بقى اللي هيبتدي يتعمل مع الفرقه الفتره اللي جايه لان يعني كمان انت عندك استضافه كاس العالم 2021 في مصر فما ينفعش تبقى انت مستضيفها وما توصلش سيمي فاينل مثلا على الاقل على الاقل لازم توصل سيمي فاينل يعني من وجهه نظرك ان احنا لازم نوصل لسيمي فاينل المجموعه معاك مجموعه كويسه محتاجه شويه شغل و يعني اعتقد ان هم كان ممكن كمان يوصلوا احسن من كده في البطوله يعني انت خسرت ماتش المجر ما تخسروش سوري تعادلت ماتش المجر ما تتعادلوش كويس وخسرت من قطر كان في ماتش تاني برده ما كانش المفروض على انه بعد كده النرويج والدنمارك ناس اول تاني العالم لا النرويج والدنمارك دول بس انت لعبتهم بعد كده مش في المجموعه لكن في المجموعه فريق السويد انا كنت شايف برضه انت كمان ما يعني فريق السويد كان ممكن تعمل معانا نتيجه احسن من كده طبعا فاللي انا عايز اقوله في النهايه ان انت ما تجيلك فرصه ان انت تعمل انجاز غير مسبوق ما تفرطش فيه ما تفرطش يعني احنا طلعنا اتلانتا وانا كنت طالع اتلانتا كان نفسي ان انا ان احنا ناخد ميداليه وكان دي فرصتنا كان العالم كله نازل في الهاندبول واحنا اللي طالعين فكان دي فرصتنا في الفتره ديت ان احنا نحقق حاجه من 96 لحد 2001
فانت وصلت في 2001 حققت رابع، بس احنا كان ممكن نحقق احسن من كده. احسن من كده. كابتن ياسر لبيب حياته في كره اليد خرجت في حته ثانيه خالص، لما راح الامارات اشتغلت كمدير فني، وبعد كده قلبت على اللجنه الاولمبيه غير المتاهيه، لكن نسيب كره اليد خالص. رحت القوس والسهم، يعني ازاي التكوين حصل؟ هي انا كان دوري في اللجنه الاولمبيه، انا كنت ماسك قسم خاص بالمؤسسات الرياضيه. فلما جم بداوا الناس تتكلم عن القوس والسهم، فجاه انا رشحني الامين العام ساعتها ان انا امسك القوس والسهم، يعني قال لي تبقى انت المسؤول عن القوس والسهم. فابتدينا نشتغل مع الناس اللي هي كانت موجوده هناك في القوس والسهم، وابتدينا نحط خطه او برنامج للشغل دوت، وابتدينا نجيب بعض اللاعبين اللي هم المميزين وطلعنا بيهم حتى بطوله اسيا كانت موجوده في سخا ساعتها في روسيا، وما حققناش حاجه في الوقت دوت. وابتدى بقى ايه، ابتدينا من الفتره ديت تعاقدنا مع خبير كوري كان مستر كيم، فجي وانا برضو فضلت معاه، وابتدينا بقى اشترينا معدات وابتدينا ندخل اللعبه في الاولمبياد المدرسي. لعبت القوس والسهم انت شخصيا؟ لعبت ويمكن رميت 50 متر. 50 متر؟ يعني انا كنت برضو كنت معاهم، كنا في يعني نقطه خلاف بيني وبينهم رغم ان انا مش بتاع قوس وسهم. هم كانوا بيلعبوا في الفتره ديت اللي هي المسافه 18 اللي هي بتاعت الصالات الداخلي، واحنا كان البطولات العالم والكلام ده 70 متر. كويس. فكان لازم نبتدي نشتغل على الموضوع دوت، فعشان نشتغل على المسافه ديت لازم تبتدي تعمل شغل بدني خاص للالعاب ديت للاعبين. وابتدينا نشتغل على الموضوع دوت، يمكن وصلنا في معسكر في ايطاليا ان هم ابتدوا يرموا 35 متر و40 متر بعض اللاعبين يعني. طيب قوس وسهم، وما شاء الله النهارده المدير الفني للاتحاد الاماراتي لكره اليد. دورك ايه في الاتحاد الاماراتي؟ هو احنا دورنا طبعا مبدئيا بنحاول ان احنا نظبط المسابقات بما يتماشى مع نظام البطولات الخارجيه، وازاي ان احنا من خلال المسابقات ديت نرفع مستوى اللياقه البدنيه للاعيبه، ونزود عدد الفرق، نزود قاعده اللاعبين ممارسي كره اليد في الامارات. فيمكن ديت بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم اتحاد الرياضه المدرسيه قدرنا ان احنا نعمل فعلا دوري للمدارس السنه اللي فاتت موسم 2017 2018، والسنه دي مع الاتحاد بقى ابتدينا نشتغل على الفرق الناشئين والشباب، سوري الناشئين والاشبال، بحيث ان احنا الفتره اللي جايه بقى هو ده المستقبل. فريق الدرجه الاولى ابتدت في اعمار سنيه تكبر، في لعيبه ابتدت تخش 35 36 سنه. فابتدينا ان احنا نبتدي نكون الفرق ديت، ونبتدي ان هم زي ما انت شفت مثلا احنا اشتركوا في بطوله البحر الابيض بدعوه من الاتحاد المصري، ودلوقتي هم بيلعبوا برضو نفس فرقه الاشبال بتلعب بطوله المدارس، البطوله العربيه المدارس هنا اهوت. وبعد كده احنا عندنا بطوله اسيا في شهر 7. فبالتالي ده اعداد كويس ليهم للفتره اللي جايه، وبالتوازي بنشتغل مع منتخب ناشئين كمان كان لسه في الكويت من 10 ايام. بص الحوار معاك كتير، وفعلا اسئلتي كلها لسه ما خلصتش، انا عارف داخلات كتير على الكابتن ياسر لبيب ما طلعتش النهارده، لكن لازم نطلع لاخر نقطتين مهمين مع عندنا او اخر نقط في البرنامج لكتاب كابتن ياسر لبيب اللي هو كتاب اعتزاله، اتكتب فيه كلام مهم جدا في حياته، وهو كان واحد من الناس بيحب يقرا الكتاب ده. خلينا نرجع معاه لذكرياته الشخصيه وكتبوا عليه وقالوا عن ياسر لبيب. مين اللي قال؟ كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال حاجة مهمة جدا. كابتن محمود الخطيب قال إيه؟ قال في أحد المرات أبلغني البعض أن هناك أحد اللاعبين في كرة اليد يطلقون عليه بيبو، فوجدت نفسي أسأل عن اسمه ورقم الفانيلا التي يرتديها، وذهبت إلى ملعب كرة اليد لأشاهده في أحد المباريات، ولا أنسى أنه بهرني بفنياته العالية جدا والتي لم أشاهدها في أي لاعب آخر، لدرجة أنني خرجت بعد المباراة أؤكد ببيبو كرة اليد أفضل من بيبو كرة القدم، ومن هنا بدأت الصداقة تجمعني مع ياسر لبيب.
رغم عدم اقتناعي بفريق النجم الاوحد الا ان فريق الذي يلعب في صفوفه ياسر لبيب يكون هو دائما النجم الاوحد لانه يمتلك جميع العناصر وعوامل النجوميه، لان المولى عز وجل انعم عليه بنعمه الموهبه الفريده، وحتى يكتمل اللقب فهو على مستوى اخلاقي عالي للغايه سواء داخل الملاعب او خارجه، ولهذا فهو قدوة يحتذى بها جميع الناشئين الصاعدين ليس في كرة اليد وحدها وإنما في جميع الألعاب. وقد أعطى ياسر لبيب طوال سنوات عمره بإخلاص غير عادي، ولهذا استحق أن ينال حب الجماهير وعشقهم، خاصة أنه أمتعهم كثيرا بألعابه السحرية التي لم يتوقعوها. في النهاية أتمنى له التوفيق في المجال الذي سيختاره لنفسه بعد الاعتزال ليظل نجما رياضيا كما اعتدنا منه دائما. تفتكر الكلمة دي؟ أكيد طبعاً. بتقول إيه على الكلمة دي؟ والله يعني طبعاً كلام أعتز بيه وشهادة أعتز بيها من نجم كبير أسعد الملايين وأسعد جماهير النادي الأهلي، ونقول له يعني ربنا يديله الصحة ويعينه. يعينه. ويعينه على إدارة النادي الأهلي. فعلا لانه فعلا اداره النادي الاهلي هي اهم كبير، فده لاي حد يعني، فربنا يعينه ويوفقه ان شاء الله يعني. طيب اسئله سريعه، اخذت حقك في السوشيال ميديا او الجيل بتاعك خد حقه في السوشيال ميديا؟ ما كانش موجود ساعتها السوشيال ميديا. والله بص انا شخصيا خدت حقي بس في اعلام جرايد كده يعني. شايف لكن لو كان السوشيال ميديا موجوده ساعه جيلك كان الوضع اختلف بالنسبه لهم؟ طبعا طبعا ده كان اختلف، حتى تصوير المباريات يعني حتى شكل تصوير المباريات اختلف كتير. ما خدناش نقطة مهمة في حياتك اللي لازم اخدها، احترافك ورحت احترفت، مشيت بعد الجزائر ورحت احترفت لوحدك. يعني قررت انت تحترف. بص انا كانت امنية حياتي من زمان وانا صغير لما كنت بتفرج على الدوري الالماني والحاجات اللي كانت بتيجي كده، كان في حاجات بتيجي يوم الاحد دايما في برنامج بيجيب فكان نفسي احترف في المانيا. وكان هو الدوري الاوحد لو تفتكر في الفترة دي كان هو اعلى دوري. دي حقيقة. فانا كان ليا اصدقاء من المانيا فاتكلمنا فاتفقنا على اساس ان هو بعد 89 ان هم يدوروا لي على نادي ان انا اروح اتمرن معاه هناك. ففعلا رحت كلموني ان في نادي اوكي مستعد ان هو ايه يستقبلني يعني. فخلصت بطوله افريقيا في الجزائر واستاذنت من الكابتن مسعد ساعتها وطلعت. وابتديت اتمرن معاهم، كان عندي فيهم لعيب تاني روماني كانت المفاضله بيننا احنا الاثنين، فاتمرنا وفي الاخر المدرب قال لي انت هتقعد معانا يعني احنا اخترناك انت اللي تكمل معانا يعني الموسم دوت. ففعلا كملت معاهم الموسم دوت والحمد لله يعني برضو ايه يعني استفدت كتير جدا وفرقت معايا جدا في المستوى الفتره ديت، لان اللعب في المانيا كده زي صلاح في انجلترا، زي محمد صلاح في انجلترا. دي حقيقة. في احتكاك غير طبيعي، احتكاك بدني غير طبيعي. شايف اللعيبه المصريين يقدروا يحترفوا دلوقتي؟ طبعا كتير مهمين. كتير الدنيا اختلفت، الحمل التدريبي اختلف يا كابتن خالد. لا الوضع اختلف يعني، ما كانش زمان ما كانش في حاجه اسمها حديد، هو جري وشويه ضغط وشويه بطن ومدرجات ساعات وخلاص. لا دلوقتي الدنيا اختلفت. ايه اللي جاي لياسر لبيب قريب باذن الله في حياتك؟ طموحاتك ايه؟ انا طموحاتي يعني مفيش حاجه مهمه، بس اللي اقول لك عليه ان انا يعني انا الفتره اللي كان نفسي اعمله فعلا ان انا انجح مع الاتحاد الاماراتي ان احنا نسيب بصمه كويسه. راضي عن اداء ياسر لبيب في ملاعب كره اليد المصريه؟ الحمد لله طبعا. ياسر لبيب قال كلمه مهمه في اخر كتابه وهو بيعتزل الملاعب، لازم نقراها له، وداعا جمهوري الحبيب. ما كلمش على الجمهور خالص، وقلت له لكل شيء يا بداية ونهاء وختام، ومنذ البداية كنت أعلم أنه سيأتي اليوم الذي أغادر فيه هذا المستطيل الذي قضيت فيه ما يزيد على 25 عاما، هي أحلى سنوات العمر، سمعت فيها هتافات الجماهير وسعادة الفوز، ولا يخلو الأمر من لحظات بالغة الصعوبة ودموع ساخنة. وطوال هذه الفترة كان العون الجماهيري والمؤازرة هما الدافع الأول لبذل أقصى جهد عندي على سمعة كرة اليد المصرية، والتي استطعت خلال مشواري مع زملائي من لاعبي هذا الجيل أن نضعها بقوة على خريطة اليد العالمية، وهذا هو غاية الطموح. أخيرا كانت اللحظة الحاسمة وأصبح لابد من توديع كل الإنجازات والنظر إلى الإنجاز في مجال آخر، وقد اخترت أن يستمر العطاء في هذه الرياضة التي ملكت حياتي والعمل
لتخريج أجيال جديدة من لاعبي اليد يساهمون في دفع اللعبة إلى آفاق أرحب من العالمية. يعني بعيش الخط موجود قدامي وأتمنى أن أجد في المجال نفس المؤازرة والدفع اللذين وجدتهما خلال وجودي كلاعب، ولا أنسى أن أتقدم بخالص شكري إلى كل من وقف إلى جانبي في اللحظات الحرجة من حياتي، ولا أنسى أيضا فضل جمهور النادي الأهلي الكبير بصفة عامة والذين حملوني على الأعناق وتحملوا المشقة والتعب في سبيل مساندتنا لإعلاء راية مصر الحبيبة، وتقبلوا مني كلمة أخيرة وهي إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تقول لجمهور إيه عشان لازم نختم؟ اللي وحشتوني. انت يعني عارف طبعا يعني قمه سعاده اللاعب، والناس بتهتف باسمه، وانت كمان بتقدر تعمل حاجه تسعدهم. ففي الاخر يعني بقول لهم يعني بشكرهم طبعا على كل حاجه عملوها وكل اسم هتفوا بيه ليا، والحمد لله على كل شيء. كابتن ياسر لبيب كابتني في النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، سعيد جدا باللقاء معك. انا اسعد والله، كنت اتمنى ان يزيد بس الوقت قفل عليا خلاص، وبرجع وعمال يقول لي خلص 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 الوقت. يعني معلش عشان عندنا فقرات ثانيه. سعدت جدا ان كنت معايا النهارده. الله يخليك، انا اسعد والله، ونورتنا وشرفتنا، وده بيتك. الله يخليك، وتظل اسطوره من اساطير كره اليد المصريه. الله يخليك يا حبيبي، فعلا باخلاقه باسلوبه وبلعبه وفنه هيفضل اسمه محفور في تاريخ كره اليد المصريه. شكرا والى اللقاء.